السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم باش نتكلموا على ما يطلق عليه بالعدد الذهبي او الرقم الذهبي او النسبة الذهبية وغيرها من الاسماء، حتى انهم يسميوه العدد الالهي وغيرها من الاسماء الذي اطلق على هذا العدد. على طلب بعض الإخوة قالوا لي لازم تتكلم في هذا الموضوع، لأن هناك حملة على الانترنت كالعادة، المسلمين كل مرة يطلعون الطلعة لأنهم ما عادش عندهم حتى حجة وحتى دليل لإثبات أن دينهم صحيح. يمشيوا يبحثوا في التاريخ ويبحثوا في المعتقدات القديمة لكي يخرجونا حاجة وينسبوها للقرآن وللإعجاز العلمي في القرآن. حتى عندما نشوفوا على الانترنت ونضربوا الرقم الذهبي باللغة العربية نلقاها كلها تدور حول قهر الملحدين، إثبات الحجة المطلقة على أن الإسلام هو الدين الحق، حتى أنهم بعضهم سموه قاهر الملحدين. يعني في الحقيقة شيء مضحك، يعني شيء جدا مضحك، يعني بشي يوريك على سذاجة العقل عند المسلم، وإنه يبحث أي حاجة بشي يتعلق بها بشي يقنع روحه في الحقيقة، على خطر ما يقنعش الآخرين اللي عندهم عقل يفكروا فيه، وإنما بشي يقنع روحه بأكذوبة. والمشكل ان علماء الجهل والتخلف مثلا عدنان ابراهيم، يعني اللي رغم اللي معناتها اخيرا بدا يعترف بنظريه التطور، يعني ايد هذه الفكره وعمل يعني محاضرات يثبت فيه ان العدد الذهبي هو معجزه قرانيه. وتو نجيو في الحديث. وفما شخص آخر اسمه الرفاعي أيضا نفس الشيء يتكلم على المسألة هذية، وغيرهم من علماء اللي يبثون يعني الجهل والتخلف في المجتمعات الإسلامية. ولأن المسلم بطبعه يكفي أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ الكلام متاعك بالصلاة على رسول الإسلام حتى يصدقوا كل كلمة تقولها، وحتى واحد منهم يمشي يراجع ويشوف ويحاول يفهم حقيقة الأمور، بتلقاهم يوزعوا هذيك الأفكار بدون حتى تفكير وبدون حتى فهم. نتصور اللي أغلب المسلمين اللي يوزعوا في هذه المعلومات على الانترنت وهذه الأكاذيب ما يعرفوش حتى شنو قاعدين يوزعوا. لهذا أنا حبيت اليوم نعمل فيديو حول ما يسمى بالعدد الذهبي أو الرقم الذهبي، ونحاول ساعة باش نفهم زوز نقاط مهمة قبل ما نبدأ الرد على ادعاءات المسلمين في هذه المسألة. لهذا لازمنا نعرفوا أول شيء بهذا الرقم اللي كما قلت أكثر المسلمين ما همش فاهمينه. ما يسمى بالعدد الذهبي اللي قلت لكم يطلق عليه كثير من الأسماء، ورغم أنه رقم يعني رياضي وتم استعماله في الهندسة المعمارية وحتى في الرسومات، وسوف نتكلم يعني عن هذا الرقم، ولكن حبيت نعرف شنو هذا الرقم. هذا الرقم يعني المعادلة الرياضية متاعه هي 1 + 5 / 2، نحصل على الرقم تقريبا 1.618. كما قلت لكم الرقم بي اللي هو 3.14، وهي معادلة رياضية معروفة وما هيش جديدة. ياسر معناتها أشخاص ما يفهموش شنو هذا الرقم، فهمت؟ رغم اللي تم استعماله في الهندسة وفي عديد من الأمور الأخرى. هذا الرقم هو في الحقيقة باش نحاول معناتها ما ندخلش في التفاصيل، هي عبارة على وقت ناخذ
طول معين، مثلا ناخذ رقم 8، لازمنا نقسم 8 مثلا متر او 8 سنتيمتر. وقت ناخذ الطول هذا نحاول باش نقسمه بطريقه وقتها نقسمه الكبير على الصغير نحصل على رقم قريب من هذا الرقم الذهبي. ويعتبر كثير من الناس ان هذه القسمه تعتبر قسمه ذهبيه لانها تقرب من 1.618. يعني هذه معناتها التفسير نتاع الرقم هذا، يعني فهمت؟ يعني هي مثلا لو تناخذ رقم 8 8 متر نحاول باش نقسمها 3 و5. وقت نقسم 5 على 3 شنو نحصل؟ نحصل 1.66666، يعني هنا قربت من الرقم هذا اللي هو 1.618، والأرقام تتواصل إلى النهاية. يعني أي قسمة لشيء مهما كان، فهمت؟ بطريقة وقتها نقسم الكبير على الصغير نحصل 1.6 أو ما يقرب لواحد فاصل ستة، تعتبر هذه قسمة ذهبية. وهذا نطبقوه على المستطيلات بطريقة أن نجي نقسم المستطيل بطريقة أنها تكون النسبة الكبيرة عندما نقسمها عن النسبة الصغيرة نحصل على هذا الرقم الذهبي. يعني هي معادلة رياضية بأتم معنى الكلمة، يعني ما فيها لا علم لدني ولا حد شيء. هذا هو التفسير لما يسمى بالرقم الذهبي. أما تاريخ هذا الرقم فهو يعود إلى القدم. صحيح أول من فصل فيه وعمل فيه مدرسة هو بيتاغور، معروف يعني بيتاغور هو اللي استعمل هذا الرقم ونوعا ما جعله رقم مقدس نتيجة المدرسة متاعو اللي قام عليها هذا الرقم. وتعرفوا اللي مسألة سر الأرقام ما هيش مسألة جديدة وهي جدا قديمة. بعض الباحثين يعني يرجعوا اكتشاف هذا الرقم إلى قبل بيتاغور. وتجاو يشوفوا في الأهرام المصرية يلقاو أن الأهرام المصرية مبنية على هذا الرقم، يعني طريقة البني نتاع الأهرام مبنية على هذا الرقم. وهي معناتها الأهرام مبنية عندها قديمة، يعني تقريبا معناتها تقريبا 5000 سنة. ونعرفوا اللي احنا بيتاغور جاء تقريبا عنده 2500 سنة، يعني 5 قرون قبل الميلاد. بل يذهب البعض فهمت إلى أكثر من ذلك، يقول هذا الرقم يعني موجود قديم جدا أقدم من هذا التاريخ، حتى بعضهم يحدد أن تاريخ هذا الرقم يعود إلى 10000 سنة. ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع الرقم وطريقة اكتشافه، المهم أن هذا الرقم جدا قديم، والإنسان من قبل اهتم بمسألة الأرقام والأعداد وأعطاها صبغة مقدسة، حتى كانوا الكهان يعني يهتموا بالأعداد خاطر شافوا 1+1=2 وحاولوا باش يفهموا والنص، وبداوا يفصلوا في عملية الأعداد. وحتى الفكر الغنوصي اهتم بهذه الأرقام، وحتى ما يسمى بالديانات السماوية اهتمت بهذه الأرقام، ومنها الكبال متاع اليهود اللي يقوم على الأرقام وما يسمى معناتها ربط الأرقام بالحروف وإخراج معادلات معينة. حتى الشعراء اهتموا بالأرقام في طريقة تنظيم الشعر متاعهم. وكثير من الكتب المقدسة موجود فيها معادلات رياضية، يعني هذا ما هيش مسألة جديدة وما هيش مسألة يعني مستحدثة. بيتاغور اهتم ياسر بهذا الرقم، ومن بعده جاءوا ياسر مثلا رسامين أو حتى معناتها مهندسين معماريين استخدموا هذا الرقم واعطوه قيمة، لأنهم اعتبروا أن هذا الرقم هو رمز الكمال ورمز الجمال.
فكل واحد سواء كان رسم ما يسمى بالرسم، أي رسم أو هندسة أو أي مسألة تحتوي على هذا الرقم يعتبروها حاجة تقرب للكمال. ولكن ليس كما يدعي هؤلاء أن كل شيء في الكون ينطبق عليه هذا الرقم، هذا غير صحيح. حتى بعض معناتها الغولات يرجعوا يقول كل البني مثلا الإغريق القديم كان يطبق هذا الرقم، ليس صحيح. لو نرجعوا بالدقة نجدوا بعض المباني المعمارية مجبورين باش يزيدوا درجة ولا زوز باش يناسبوا قد هذا الرقم، وهذه الدقة. يمكن نقولوا اللي الأهرام هما أكثر دقة في هذا الرقم، يعني في تطبيق هذا الرقم. وكما قلت لكم يعني مش بالضرورة أنك تطابق هذا الرقم في الرسم متاعك ولا في الإبداع متاعك ولا في البني متاعك، وإنما أن تقترب إليه. يعني ما فماش دقة في الموضوع، يعني دقة دقيقة أنك تجيب هذا الرقم بالضبط، على خاطر هو الرقم كما تعرف واحد فاصل إلى لا نهاية من الأعداد، إذن لا يمكن معناتها تطيح عليه 100%. المهم يعني الرقم هذا أخذ صفة نجم نقول وإحنا مقدسة، وأخذ صفة نجم نقول روحانية، واستعمل من قديم الزمان في الأمور الروحانيات وفي الرسم والهندسة وكتابة الأشعار وغيرها من هذه الأمور. إذن عندما نشوفوا أحنا توا المسلمين يتكلموا على هذا الرقم ويعتبرونه معناتها اكتشاف حديث، هو كذب في كذب، هم يحاولوا باش يعطيوك المعلومة الغالطة، يذكرون لك الرقم كأنه اكتشاف حديث. صحيح هو في قرابة 1924 ولا 14 في الفترة هذيك، يعني فما شكون معناتها تكلم رياضيا أكثر دقة حول هذا الرقم، ولكن هذا الرقم ليس حديثا، معروف قبل محمد بآلاف السنين. ونعرف احنا للقرآن بصفة عامة أو ما يسمى بالكتب المقدسة مكتوبة على طريقة ما يسمى عند الشيعة الجفر، ونشوفه مثلا في أقوال أئمة الشيعة في الدعاء يعتمدون ما يسمى هذه الأرقام وهذا التناسق، والشعراء استعملوا هذا الشيء نفس الشيء. وفي بعض أشعار علي تلقى مثلا بعض الأشعار متاعه أو بعض الدعاء يعتمد هذا الأسلوب اللي هو أسلوب قديم كما قلت لكم، ونلقاوه في الكبال عند اليهود. يعني تفنوا اليهود في مسألة الأرقام والحروف. والقرآن لم يأتي من فراغ، وإنما هو نتيجة أخذ وتطور كتب موجودة من قبل، وتم يعني تعريبها وتم ترتيبها. ونعرف واحنا ما نحبش ندخل في تفاصيل، معناتها القرآن هي قصة طويلة ولازمها فيديو وحدها باش نعرفوا القرآن والحقيقة متاعو كيفاش معناتها ظهر، ليس في فترة قصيرة وإنما في فترة طويلة ونتيجة كتابات أخرى موجودة. إذن هوني النقطة المهمة هي أن هذا الرقم ليس حديثا، وهو رقم رياضي ومعادلة رياضية معروفة، وفما ياسر من الأعداد تشبه له كما البي قلت لكم 3.14 وغيره. ولكن هذا الرقم أخذ شهرة لأنه تم استعماله من طرف معتقدات باطنية والغنوصيين، واستخدامه من طرف اليهود وحتى من طرف الشيعة في الجفر واستحضار الأرواح وغيرها من كل خرافات هذيك. إذن هوني نرجع لسي المسلمين، فهمت؟ صحيح اللي هذا الرقم راه ما همش المسلمين برك تكلموا عليه، تكلموا عليه عديد الأديان، المسيح، الهندوك، الشامان، اليهود، كلهم تكلموا عليه، فهمت؟ يعني ما هوش حاجة جديدة. أما بالنسبة للمسلم المعاصر حاجة جديدة، ما تعرفوا المسلم معناتها محصور في بوتقة ما يعرفش شنو فما في العالم، وديما عنده وجهة نظر واحدة يغزر كان روحه. مثلا وقت يجي واحد عالم من علماء الجهل والتخلف ويجي يقول له الرقم الذهبي، الرقم الإلهي، الرقم العجيب الذي ظهر في القرآن والذي معناتها
أثبت العلم وجوده وتكلم عنه العلم ويجيب له معادلات رياضية ما يفهم منها حد شيء، يتصور المسلم أن هذاك معناتها الرقم هو حديث، وأن هذاك الرقم ما اكتشفه حتى واحد، كل المسلمين يعني هما اللي جاوا قارنوه على القرآن متاعهم. امشي وشوفوا الأديان الأخرى والمعتقدات الباطنية وغيرها حتى ما يسمى بالربوبيين. الربوبيين تكلموا على هذا الرقم واعتبروا أن هذا الرقم عندما وجدوه يعني وتجوا يعملوا يحسبوا في مسألة الحلزون أو في مسألة النبات أو في بعض النباتات، يعني يعتبرون معناتها هذاك الرقم موجود في النباتات وفي موجود في بعض الحيوانات وموجود في عدة أمور في الكون، حتى على فما اللي يحسب حتى في مسألة المجرات والكواكب وغيرها. واعتبروا اللي هذاك دليل على أن للكون خالق. في الحقيقة معناتها وجود هذا الرقم في الطبيعة في الحيوان أو في النبات أو في أي شيء آخر، فهمت؟ واستعمال الإنسان لهذا الرقم في البنيان متاعه، في الرسومات متاعه، في الأشعار متاعه، في الكتابات متاعه، ليس دليل على وجود إله أصلا. لو نفكروا شوية بالمنطق متاعنا نلقاو ماهوش دليل، على خاطر احنا نعرفوا اللي الكون هذا وتركيبة هذا الكون كانت عن طريق تطور وتسلسل. إذا هذا التسلسل شيء طبيعي تكون موجودة علاقة بين الكواكب ومن بين الأديان بتاع الإنسان ومن بين تركيبة الإنسان ومن بين النبات ومن بين الحيوان، لأن العالم كله هذا فهمت يعني منطلق انطلاقة تطورية، وهذا التطور أنتج هذا. يعني ليس دليل، يعني هناك تناسق في الكون، هناك تناسق في الكون معناتها في مجال معين، ولكن ليس دليل هذا التناسق على أن هناك إله. هذه نقطة أولى، يعني التناسق اللي موجود في الكون لا يدل على وجود إله، ليس هناك أي دليل أو مصمم للكون، بل هو تناسق طبيعي تسلسل وتناقل من مرحلة إلى مرحلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن القول في بعض الفيديوهات على المسلمين أن هذا الرقم موجود في كل شيء هو كذب وادعاء، بل هو الرقم يعتبر مجرد رقم مثالي. يعني لو نبتة تتوفر فيها هذه الشروط يقولوا لهذه النبتة تقرب للكمال، يعني هو مصطلح إنساني بحت. يعني الإنسان الأول فكر أن هذا الرقم اللي يقرب له يقرب للكمال فقط. يعني هناك عديد من النباتات، وتشوف الفيديوهات يوريك الأناناس، يوريك الحلزونة، يوريك النبات، لكن يوريك كونش النباتات اللي فيهم هذا الرقم أو يقربوا من هذا الرقم. ليس هناك دقة في الكون، ليس هناك دقة، يعني تلقى من بين حاجة وحاجة فما اختلاف بسيط، وذاك الاختلاف مهم. لكن هؤلاء علماء الجهل والتخلف لا، يقول كل في الكون يقوم على هذا الرقم، وهذا كذب. حتى في مسألة الجسم الإنساني يجي يقول لك المسافة من بين هوني وهوني هي تمثل الرقم السري. لا، شنو يقول لك؟ وعندما ترجع للمصادر، المشكلة البحث في جوجل بالعربي جهل وتخلف. يعني أنا مجبور باش نبحث بلغة أخرى باش نعرف معناتها الحقيقة المخفية، لأن المسلمين يبحثون أكثرهم بالعربي، وحتى كان يبحثوا بلغات أخرى يبحثوا كان في المجال الدين متاعهم فقط، لا ينظرون المعتقدات الأخرى، لا ينظرون العلم ماذا قال. يعني هناك كتب كتبت في هذا الرقم، ويعتبر حتى ما يسمى معناتها اللي ياخذوا هذا الرقم كمقياس للجمال أو مقياس للكمال يقول لك، يعني يقول لك بكل صراحة يعني من قرب من هذا الرقم هو مقياس للجمال. يعني وتنجو نعملوا معناتها ماسك، هما يعملوا ماسك اللي يشوفوا مثلا النسبة من هوني من هوني ولا من السرة لتحت تناسب وتقرب لهذا الرقم بالنسبة لبقية الجسد يعتبروا هذاك الإنسان كامل. ولكن ثم آلاف بل ملايين بل مليارديرات من الناس ما عندهمش هذا النسبة، ما عندهمش هذه النسبة، وتتعمل الحساب تلقى لا، فما أشخاص
وجوههم كبار طوال، سمان طوال، اعراض ساقيهم قصار، بدنهم كبير، راسهم صغير، راسهم كبير. يعني النسبه هذه تطبق على اشخاص معينين الذي يعتبروهم يعني عندهم جسم نوعا ما كان. اذا عندما نسمع في بعض الاشخاص معناتها حتى على البلتولك يجي يقول لك امشي احسب كذا كذا تو تشوف تلقى النسبه الذهبيه. لا، كان لقيت النسبة الذهبية يعني أنا أعتبر من معناتها أعتبر أقرب لهذه الفكرة التي تعتبر هذا الرقم هو رمز الجمال، ولكن هناك أشخاص ما يعتبروهش رمز الجمال، وإنما نتيجة معتقدات متراكمة وصلت على أساس أن هذاك الرقم اللي يقرب له يعني فما توازن. هي في الحقيقة مسألة نسبية، يعني هي كلها نسبية، خاطر الإنسان هو اللي وضع الكلام، الإنسان هو الذي ينظر للأشياء، فهمت؟ وديما فما هناك أفكار مسبقة، يعني وتجي يقول لك هذيك اللوحة جميلة وفلان شافها جميلة وفلان شافها جميلة، تولي عرف ومتصوروا اللي هذاك هو الجمال، ولكن الحقيقة ليس ذلك. يمكن إنسان آخر معناتها ما عندوش النسبة هذيك، وواحد آخر يشوفه جميل، بينما المقاييس اللي وضعها الإنسان أو وضعها ما يسمون معناتها عالم الهندسة أو عالم الجمال هي مقاييس يعني وضعية ليس إلهية لا شيء. هذه معناتها مثلا النقطة الثانية، يعني كما قلت لكم أن هذه النسبة متاع الرقم الذهبي لا تنطبق على جميع الكون، بل على بعض الأشياء اللي هما يتم التركيز عليها ويهملوا، كي حاجة ما يلقاوش فيها النسبة الذهبية ما يذكروهاش. لكن المسلم العادي وقت يشوف الاناناس والحلزونة والكواكب والحكاية معناتها هذيك اللي معناتها فيهم هذه النسبة ينبهر، يقول سبحان الله. إذا كما قلت لكم النقطة الأولى، هذا العدد لا يدل على وجود الله، وإنما يدل على نوع من التناسق والتطور الذي موجود في الكون الذي هو ضمن الكون، وليس أي دليل على وجود الله. هذه المسألة. المسألة الثانية اللي لاحظوها واللي مضحكة، إن المسلم ينطلق من منطق ما فهمتش من فين جابه هو معناتها. يعني يجي ينطلق من هذه الفكرة، يجي يقول لك العدد الذهبي فهمت موجود في كل شيء في الكون، إذا هذا يدل على وجود إله، إذا هذا الإله هو إله الإسلام، إذا الإسلام هو الحقيقة المطلقة. المسلم وتجي يتناقش معاك الله بصفة عامة دائما يتناقش معاك بمنطق إله الإسلام، يعني هذا الإله وفرضنا لو موجود إله فما 4000 دين، شكون قال لك مش إله فلان ولا إله فلان ولا إله فلان ولا الصنفور الكبير أو التنين الأزرق أو زوس أو شكون قال؟ قداش فما من آلهة؟ ملايين الآلهات. يعني المسلم يفكر أنه كان الإله متاعه، ومباشرة ينتقل الفكرة أن إله الإسلام، إذن الإسلام حقيقة. لا، مش هكاك. حتى ولو ثبت منطقيا وعلميا وجود إله، يجب أن نبحث بعد ذلك من هو الإله، ومن بعد لن نلقاه هذا الإله لازمنا نشوفوا هل الإله هذا اتصل بالناس ولا ما اتصلش، ولازمنا نثبتوا ذلك. ثم عندما معناتها نفترضوا اثبتنا ان هذا الإله اتصل بالناس عن طريق ماذا، من بعد لو نثبتوا ان هذا الإله اتصل بالناس عن طريق ما يسمى بالوحي فرضا، شكون هو الصحيح؟ هل زرداشت ولا موسى ولا عيسى ولا محمد ولا آلاف وآلاف وآلاف ما يطلقوا على أنفسهم أنبياء أو ما يسمى أشخاص معناتها يدعون أنهم باتصال بهذا الإله؟ ومن بعد وقتها نثبتوا شكون منهم الصحيح، لازمنا نشوفوا شنو بعث لنا هذا الإله، ونطلع على ماذا أرسل لنا هذا الإله، ونشوفوا هل اللي بعثه يدل على ألوهيته ولا يدل على أنه ليس إله. مثلا وقت نجي ناخذ الإسلام، أنا ما نناقش مثلا مع المسلم الله ما يهمنيش فيه الله، مش مشكلتي، أعطيني ماذا قال ربك، أعطيني ناقش
شنو قال ربك؟ هل معقول أن إله يقول هذا الكلام؟ هل معقول أن إله يقول هذا الكلام؟ إذن هوني المسألة ما هيش تتوقف على إثبات وجود الله، يعني إثبات الإسلام، يعني إثبات أنه اللي جاء به الإسلام صحيح، ما عنده حتى صح. هذا تفكير المسلم، هذا تفكير المسلم. إذن هوني حبيت نذكر معناتها زوز حاجات مهمة، يعني باش نختم هذه الفيديو. استعمال هذا الرقم لتحديد زوز مسائل، هي قال لك آية قرآنية فيها الرقم الذهبي هذا، ويقولوا اللي الكعبة هي معناتها موجودة في منطقة في الأرض يمثل هذا الرقم السري، وهذا توا باش نعرفوه قبل ما نختم هذه الفيديو. أما حول الفيديو الذي انتشر وأظهر زعمة اللي الرقم السري موجود في آية قرآنية تتكلم عن بكة، وإن الرقم السري هو موقع الكعبة أو مكة، في الحقيقة بحثت في هذا الأمر، يعني بحث دقيق، ولكن معناتها لقيت فيديو يلخص تقريبا، هو الفيديو الوحيد على هذه الأكذوبة التي ينشرها المسلمون. وهذا الفيديو يعني مش معروف ياسر، هذاك علاش باش نحط لكم الرابط نتاعو تحت الفيديو هذا للأمانة. هنا نرجع لمسألة ما يسمى موافقة الآية التي تتكلم عن بكة وكيفاش فسرها عدنان إبراهيم. هنا ما يسمى بالإعداديين دائما يستعملون الخدعة. كيف الخدعة؟ أولا اللغة العربية عندما كان محمد لم تكن تحتوي على شكل، وهناك كثير من الحروف تم إضافتها بعد. من عرشنا هذا الإله لم يستطيع أن يرسل مع القرآن قواعد اللغة العربية؟ هل هو محتاج إلى الإنسان لكي يطور هذه اللغة؟ وإحنا ما نشبش ندخلوا في التفاصيل متاع تبديل اللغة العربية لكي توافق القرآن، واستخراج القواعد من القرآن وجعلها هي اللغة العربية، وإنما أردت أن أبين بعض الأمور الذي يتكلم فيها هؤلاء اللي يستعملوا الأعداد لكي إظهار المعجزة العددية للقرآن. في الحقيقة تعبت من المسلمين باش نقعد هما يكذبوا وأنا وراهم، هما يكذبوا وأنا وراهم، يخدموا مخاخهم شوية، يمشيوا يبحثوا، وتقولوا لهم حاجة يمشيوا يبحثوا. هؤلاء ما يسمى بالعدديين شنو يعملوا؟ يعني ياخذوا الآية القرآنية يفركسوا ويبحثوا على الآية القرآنية اللي ينجموا يحطوا عليها القواعد نتاعهم. مرة يحسبوا لك الشدة حرف، مرة ما يحسبوا لكش، مرة يحسبوا لك الألف حرف، مرة ما يحسبوا لكش. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك 19 حرفا وعليها 19 وهي معجزة، علاش ما حسبتش الألف اللي في الرحمن؟ علاش مرة الألف تحسبها ومرة ما تحسبهاش؟ ما كي تعمل قاعدة، أعمل قاعدة تنطبق على جميع القرآن، ما تعملش قاعدة في آية وما تعملهاش في آية أخرى. مرة تحسب الشدة حرف ومرة ما تحسبوش، مرة تحسب الألف الصغيرة حرف ومرة ما تحسبوش، مع أن المسلم يخممش ويسمع الحاجة ويصدقها مباشرة هكاكا، وهو محتاج راه هو يصدقها. علاش؟ على خاطر في الداخل نتاعو يعتبر الإسلام حقيقة، رغم التشكيكات أو الأدلة القطعية التي تطرح له على أن الإسلام كذبة، تلقاه يبحث على هؤلاء معناتها ما يسمى بالمعجزات القرآنية والمعجزات العددية لكي يؤكد لنفسه أنه على حق. فهل الإسلام محتاج إلى هذا؟ الإسلام راهو شهادة، يعني تشهد وتؤمن بالغيب وتسكر فمك، هو استسلام، ماكش محتاج للعلم باش يثبت لك ذلك، ماكش محتاج. إذن هوني ما يسمى اللي يستعملوا الإعجاز العددي في القرآن هما يلعبوا على الناس. أنا نجم ناخذ أي كتاب، أي كتاب تاع أي واحد، ونجي نخرج لك من أي جملة، نجي ناخذ النسبة العددية ونعمل بحث في الكتاب هذاك، روائي ولا شعري ولا أي حاجة، ونجي نخرج لك
العدد الذهبي من جملة من الجملات اللي قالها ذاك الشخص، بل أرجع للكتب الأخرى كما الكتب الزردشتية والكتب حتى اليهودية وغيرها، تلقى نفس الشيء. علاش تختصروا كان على القرآن؟ راهي هذه الحاجة معناتها معروفة عند الأديان الكل، ولكن المشكل اللي صاحب الدين ما يغزر كان للدين متاعه فقط، ما يعرفش اللي الاخرين عملوا نفس الشيء واستعملوا نفس الاساليب. هذا الاعجاز العلمي في القران استعملوه المسيح وكلو كبوت وتخلوا عليه في التاريخ، يعني استعملوا هذا الشيء وجاوا يقول لك اللي هذه الايات او هذه قوله عيسى وهذه قوله موسى ودرا شنو يعني تناسب الرقم كذا وتناسب الرقم كذا، بل هناك اشياء اكثر دقه من معناتها اللي موجود في القران. ونجي نشوف عدنان ابراهيم يعني اللي معناتها مفروض يكون منطقي ينشر في هذه الخرافات ويدافع عليها. اذا مساله انها بكى ونصف الايه توافق الايه الاخرى وهي النسبه العدديه، هذا يضحك على الذقون، ضحك على الذقون. وشوفوا الفيديو اللي موجود تحت يفسر لكم اكثر المساله هذه. اما مساله الكعبه انها في موقع من الارض تمثل العدد الذهبي، هذه اكبر ضحوكه. اولا الكعبه وقت بنوها العرب قبل بنوها كانوا يعتقدون الارض مسطحه، وكانوا بنوها في موقع تكون قريبه بنفس البعد من اليمن الى الشام، من الحبشه الى تقريبا معناتها فارس، يعني كانوا يسخايبوا رواحهم اللي هما وسط العالم. وهذه فكره معناتها حتى الاسلام جاء اكدها، ان الكعبه فوقها البيت المعمور وبيت المعمور فوقه عرش الرحمن، وانها هي المركز بتاع العالم وغيرها من هذيك الامور. يعني هذه معتقدات خاطئه، ما كانوش يعرفوا ان الارض مدوره وان الحاجه المدوره ما عندهاش حاجه معناتها وسط، ما عندهاش. يعني نجي ناخذ كوره تقول لي شنو هو وسط الكوره؟ اي نقطة في الكرة خاطر مدورة، كي ناخذ حاجة انا مسطحة هكا نجي نقول هذه النقطة هي الوسط، عندما نحسب المسافة منا ومنا 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 نحدد الوسط. بينما كي ناخذ حاجة مدورة كرة ما نجمش نعرف، على خاطر على حسب الطريقة اللي تشد بها الكرة وعلى حسب انت فين تحط النقطة. نجم تقول هوني، نجم تقول هوني، نجم تقول هوني، نجم تقول هوني، نجم تقول في اي جهة. لكن المسلمين شنو يقول لك؟ اي نحلوا الكرة. علاش الكرة النجم واحد الكرة الأرضية وتتحل؟ علاش نحل فيها كان هكا؟ علاش؟ علاش ما نحلهاش بالطريقة هذه؟ فهمت؟ علاش ما نحلهاش ومن جهة الهند؟ علاش ما نحلهاش من جهة أمريكا؟ علاش ما نحلهاش من جهة هذيك؟ علاش؟ هذه حاجة. يعني النجم نحلها من أي جهة، علاش اخترت الجهة هذيك بالضبط؟ على خاطر الجهة هذيك هي تناسب الفكرة نتاعك اللي تحب تلعب بها معناتها على عقول المسلمين اللي تبعوا ما غير ما يخموا. هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة يعني في المسألة هذه، يعني اللي موجود على الخط الخطوط العرض والطول، نجموا أي مدينة نخرجوها عندها نسبة ذهبية، مش أي مدينة، يعني ياسر مدن فمش كان الكعبة أو فمش كان مكة، علاش اخترتوا كان كعبة؟ علاش؟ نجم أنا نعمل لك حسابات أخرى ونخرج لك منطقة أخرى فيها نسبة ذهبية، علاش كان الكعبة؟ هذه حاجة. حاجة أخرى، عندما رجعت لجوجل إيرث وعملت الحساب، فهمت؟ نلقاه مش صحيح. فهمت؟ يعني بعيد على الرقم، هذا الكل معناتها قريب شوية لكن ماهوش هو العدد الذهبي. يعني بعيد على العدد الذهبي. بل عندما نرجع للأهرام نلقاها أكثر دقة. هل هذا الإله الذي أمر ببناء الكعبة، فهمت؟ يعني على حسب المعتقدات الإسلامية معناتها كان أقل دقة من الفراعنة اللي بنوا الأهرام، أو أقل دقة من رسام يرسم؟ شنو هذا الإله؟ هذا لو فرضنا يعني نحلوا لهم الكارتة كما يحبوا هما يا سيدي من جهة هذيك ونحسبوا كذا، نلقاها بعيدة، بعيدة ما عندها حتى علاقة. فهمت؟ يعني النسبة الذهبية اللي تكلموا عليها مشيوا ارجعوا لجوجل ايرث واحسبوا، ها جوجل ايرث يعطيكم كل شيء، امشيوا احسبوا تلقاو فما حتى دقة، آلاف الكيلومترات. لكن هما
يحاولوا باش ديما يعني كيما في الاعجاز العلمي يعني يجيو يحاولوا معناتها يبلغطوا المسلمين خاطر المسلمين يصدقوا اي شيء. اذا هذه معناتها مساله العدد الذهبي ومناسبته للارض والكره الارضيه وللكعبه اللي في وسط الكره الارضيه هي كذبه، فهمت؟ لا يصدقها الا مسلم، الا مسلم. مستحيل واحد عنده عقل، انا عندما نقول مسلم تعرفوني شنو نقصد، يعني مسلم يعني انسان مستسلم، يعني انسان ميخممش ميفكرش. اذا ارجو من المسلمين يرجعوا لهذه الاكاذيب نتاع الاعجاز العلمي والاعجاز العددي انهم يعاودوا يراقبوا تو يشوفوا اللي الكل كذب بكذب واللي يتمسخروا عليهم، اللي يتمسخروا عليهم ويكذبوا عليهم. وراهو انتوما كجيتو مسلمين بالحق ما كنتوش محتاجين للاعجاز العلمي لا حتى شيء. اذا شوفوا الفيديو اللي حطيتها، معناتها ما حبيتش نعاود شنو قال الفيديو خاطر الفيديو مش معروفه، الفيديو تاع المسلمين منتشره في كل مكان، ما هذه الفيديو اللي تبين نوعا ما الحقيقه، فهمت؟ ماهيش معروفه مع الاسف وما يشوفها حد. علاش؟ على خاطر المسلمين ما يبحثوش، ولان اللادينيين ما يوزعوش باش يعرفوا المسلمين بالكذبه هذه. اذا نظن انا في الحقيقه المواضيع حول الاعجاز العلمي والارقام العدديه الكلها معناتها تضيع وقت، يعني ما يساعدنيش هما يكذبوا وانا نجي نرد عليهم. يعني هكا مره نلقى حاجه خذات شهره نحاول نتكلم عليها، ولكن بصفه عامه نحاول ننتقل الى مواضيع اكثر اهميه من هذه الخرافات الذي يستعملها علماء الدين، فهمت؟ الجهال الذين يدعون انهم يريدون اسلام متطور وهم يرسخون الجهل والتخلف. فعود يخليوا المسلمين يحلوا في مخاخهم، يجيوا مازالوا يحكيوا لهم على الجن وعلى الملائكه وعلى النمله اللي تتكلم وعلى اصحاب الكهف وعلى حكايه الفارغه هذيا. هذاك علاش انا نحب ياسر معناتها القبنجي، لانه يحط النقط على الحروف. بين عدنان ابراهيم وغيرهم هذوما من الاعجازيين، رغم اللي عدنان ابراهيم اخيرا كما قلت لكم بدا يفيق في المسلمين على مساله نظريه التطور، وهي معناتها خطوه باهيه، ولكن لازم يحاول يحل لهم مخاخهم، لان كل واحد لازم يقوم بالواجب نتاعو. كل واحد لازم يقوم بالواجب نتاعو باش يفيقوا هذوما الناس من الغفله نتاعهم ويشوفوا العالم وينتميوا للحضاره الانسانيه ويشاركوا في تطور الحضاره الانسانيه، لان العالم يتقدم وهما مازالوا يتاخروا ويتاخروا. والمثل يقول لك اي حاجه توصل الى القاع ترتفع، الا المسلمين وصلوا للقاع بداوا يحفروا في قبرهم. فالمسلم ليس له خيار، يا اما ان ينتمي ويشارك في هذه الحضاره الانسانيه او سوف يضمحل كما اضمحلت الديناصورات. نظن الفكرة واضحة، وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.